إذن السكتة القلبية تحدث عند توقف القلب عن النبض بشكل مفاجئ. هي مختلفة عن النوبة القلبية التي تحدث بسبب نقص الدم الذي يصل إلى عضلة القلب، لكن قد تكون أيضا سببا للسكتة القلبية. إدمان الكحول، تعاطي المخدرات، الإجهاد البدني، تناول الكثير من أكواب القهوة، الضغوط النفسية الشديدة، كلها كذلك مع العوامل الوراثية أسباب للسكتات القلبية، وربما تحدث لأسباب غير معروفة أيضا. بشكل عام تحدث معظم السكتات القلبية للرجال، وتزداد الاحتماليات بعد عمر 45. أما النساء فيرتفع خطر الإصابة بعد انقطاع الطمث، وتندر الإصابات بين الشباب. رغم ذلك يموت نحو 2000 شخص سنويا في الولايات المتحدة تحت سن 25 بسبب الإصابة بالسكتة القلبية رغم تمتعهم بصحة جيدة. أخيرا، إجراء الإنعاش القلبي الرئوي CPR بصورة صحيحة وبشكل عاجل لمصابي السكتة القلبية يمكن أن يضاعف 3 مرات فرص بقائهم على قيد الحياة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.